السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم حلقتنا بقضاء الخضر، فراح نتجول بمحل خاص بانواع المحابس وانواع يعني اي شيء. شنو التردون موجود، كل شغلات قديمه اي شيء تراثي موجود بهذا المحل اللي متواجد بقضاء الخضر. فهسه راح نتجه له ونراويكم اي شيء موجود به، وهذا بعطيه على راسي. تعالوا يعني. طبعا هسه وصلنا المحل الانتيكات، واللي هذا هو قدامكم. السلام عليكم. اخبارك عزيز؟ سهلا. شلون صحتك؟ هذا المحل اللي جاي تشوفونه طبعا يسمونه بلهجتهم يسمونه محل انتيكات، بس بغير المحافظات ما ادري ايش يسمونه. هاي الغراض متكونه، تقدر تصور يعني قرب. هاي الغراض كلها قدامكم وهالجاي تشوفونها. وهسه راح نتعرف على شغلات عندي ونشوفهم بالتفصيل. عزيزي هسه قبل كل شيء اريدك تطلع لي يعني شنو عندك شيء قديم، يعني قديم مو فد سنة او سنتين، يعني لا اريد 40 سنة او 50 سنة. وسألت على هذا المحل قالوا عنده شغلات حتى قبل 100 سنة. اي صحيح. هاي مسخنة. هاي شنو هي؟ اريدك تسولف عليها بالتفصيل. مسخنة يا عمر. فوق المين؟ فوق المين؟ هاي مسخنة. زين هاي بمن يستعملونها قبل؟ يستعملونها يجيبون بها ماي، يجيبون بها ماي. ها والله هاي يجيبون بها ماي. ماي وهذا دبري. ايه هذا هاي سلبشة. هاي ايه سلبشة ويا سلبشة مالك. وهذا زين هذا الابريج يعني فافون لو شنو؟ لا نحاس. هذا نحاس. اه نحاس. اي نحاس. وهذا الطشت. زين هذا اللي نبيع لو شنو؟ هذا عارضين يعني مو نبيع، يعني ما تقول يعني قديم ما ينباع. ها يعني بس عرض. بس عرض. ايه عرض بالمحل عرض. اللي يجي هنا يتنوع، هاي يشتري محابس سبح. صحيح. اي محابس سبح نبيع، بس هاي شغلات لا نخليها هيك منظر. زين هسه هذا قبل يرجع يعني قبل كم سنة؟ والله اكو بي 100 واكو 50 واكو 60. لا هسه هذا بالتفصيل. هذا 100 وفوق. 100 وفوق. اي مسخنة. زين بعد شنو عندك؟ شيء تراثي وقديم. هذا هم وحدة هم مسخنة. هاي ثانية. اها. هاي هم وحدة. هاي بعد وحدة هاي. هاي مسخنة ثانية. اي. قديمة. هاي شوفها. هاي مسخنة ثانية بس ما اقدر ارفعها، خاف من ثقيلة. هاي ثقيلة تطلع تقريبا بيها 5 كيلوات. طبعا هاي المسخنة واللي يبلغ وزنها 5 كيلوات. ايه. ويعني شغل فد شيء. ايه نحاس. هذا يرجع كله 100 سنة او اكثر. زين ابو من انت؟ ابو علي. زين ابو علي هاي يعني جدد لو هم قديمة؟ لا لا هذني جدد لأن هيك زينة جدا. زينة هذني زينة. هاي قديمة. هاي شو يسمونها راحت عن بالي؟ هاي مرشف. مرشف مال بخور يعني. يخلون بها ماي ورد. ماي ورد. ايه. هذني سوع. هاي دلال. لأن عندنا خناجر قديمة. هاي خناجر. أقدم خنجر أريد، يعني أريد أشوف الفرق بين هسه الجديد والخنجر مال قبل. خنجر قبل هذا قديم. هذا قبل كم سنة؟ قبل هذا التاريخ مالته. هذا صار له 65 سنة. هذا الختم مالته شوفه. شوف هذا الخنجر يعود إلى 65 سنة. شوف حتى الغلاف مالته يعني شغل فد عجيب. هذا ختمه 75 سنة. شوف يعني هاي الختمة ترجع إلى 75 سنة. يعني فد شيء خيالي. هاك شوف هاي الخناجر. هذا فضة. هذا فضة. عندك هذا الخنجر. فضة. هذا فضة. هذا فضل. يعود يعني كم سنة؟ هذا تقريبا 75. 75؟ 75. يعني شغلات عجيبة وكارثة مو طبيعية. 75 سنة. هذا الجراب مالته فضة. أبو علي طلع لي أي شيء قديم عندك يعني غير السيوف وغير هاي شنو سميتها؟ مسخنة. غير المسخنة. هاي سلبشة.
هاي قلت عليها اريد يعني شغلات قديمه. هاي دراهم عندنا، هاي دراهم عندك، هاي دراهم تقدر تطلعهم لان منها ما هاي دراهم. حاول لو بعاد هاي فلوس سويسريه. طبعا هاي فلوس سويسريه ترجع يعني يا نظام صدام سويسري. هاي الفلوس سويسري. وعندك هاي الخناجر كني يعني فيلمها لان حلوات قديمه. ابو علي هاي المزهريات اللي اعتقد يعني قديمه هاي. ايه كلها نحاس يعني ماكو صفر. لا ماكو نحاس، ماكو صفر، ماكو صفر. زين هاي الدلات المزهريات المنتوب لاني هم قبل كم سنه قبل ياخذون هيك هاي بالخمسينات. بالخمسينات. زين الاحجار الكريمه اللي سلطان، سلطان حجر مو سلطان. يعني من هذه؟ هذا من على البحر هذا. اي سلطاني. هذا اعتقد جديد لو قديم. لا قديم يكون على البحر هذا. هذا يقصونه وسوون محابس. شوف هذا كله، هذا يقصونه و يستخدمونه وسوون محابس. شوف بالضبط. يقصونه بصوص. زين هاي الطيور اللي محنطه شني؟ هذا اعتقد يعني سالفته وين النحل هذا؟ اي هذا ياكل باليوم على ما اعتقد 250 نحل. هاي هذا القديمات الخير. زين هذا شنو؟ لان حصن قديمات. هذا حصن قديمات. جلد، جلد. ابو عطيه حاول تصوره. لان جلد حصن. قديمات. هذا الكاس عندك قديم، هذا الكاس. قبل هذا الكاس نحاس. هذا الكاس نحاس. زين هذا قبل كم سنه؟ هذا ما ادري كم سنه تقريبا. يعني تقريبا. نحاس قبل يعطونا تقريبا 30 35. يعني شوف ايش قد قديم نحاس. قبل 30 او 35 سنه وهذا نحاس. ابو علي لاحظت عندك هذا التليفون الارضي. اي 50 سنه هذا. هذا 50 سنه صاير. هذا مصري. يعني ايش قد قديم؟ قديم هذا. حلو. حلو قديم. مصري. هذا التليفون المصري. بعد شنو عندك ابو علي شيء قديم؟ هذا العطر. والبحر. يعني الشغلات اللي عندي عجيبة يعني من 15 سنة وفوق حتى توصل 150 سنة اللي هو مسخنة. هذا المسخنة. تصليح محابس صلي. وعلى هاي الادوات كلها تصليح؟ تصليح هاي. هو يعني ادواته بسيطة. ايه. هذا الحام. الحام تحطه بالبورك. تحطه على المحبس او ما تحميه. تحمي المحبس. شوف شلون. تحط الحام عليه. هذا السيلفون مو؟ اي. لا مو سيلفون، هذا هم فضة. الحام فضة بس خفيف يموع بساعة. شوف شلون يموع بساعة. اللحم هنا بس شوف عيش بعد ما فوق لحم. هاي نخلص منه نخله بالكبريت مادة هاي سوية أبيض. سوى عوزه بعد الجلد. يعني هسه هذا لون انقلب ابيض. انقلب ابيض عوزه سنجليه. يا ماده يعني تسوي؟
لا هذا جلي بس تلميع. بس جلي. تلميع. رجع جديد بلا. جديد بلا. هم أحسن من الأول رجع. إيه وبعدين طقه ماكينة. طقه ماكينة. رجع بلاد ولا كأنه مضروب أو مفتوح. إيه. عايش كذا تبع. عايش. عليه وردة. هذا ساعدنا بهم وبرد بعدنا عمل سوي منهم بالله. عايش كذا. أبو علي هاي المداد شنو؟ هاي المداد رقم قبل. مداد رقم حطوا البطن صوف رقم والله حياكه بليد حياكه يحفونها بديهم واكو ازارات واكو امداد هاي مخاد هسه هاي المد هاي مخاد يعني هذا يصير الوجه مال المخدي رقم يعني هذا كله رقم وحياكه حياكه حياكه بليد الاول يعني فتشي رهيب هذا نقش واي نقش اي هذا كله نقش اي كل وحده عن وحده تختلف النقش مالتها نقش شوفه نقش يختلف يختلف ايه صحيح ايه موجوده هسه هم موجوده جاي تحوك من عثمان نسوان ايه موجودة ايه امداد بس مو نفس مالات قبل ايه مال قبل قليل مالات مال قبل ايه هاي الشربات لان قديمات هاي الشربات فخار قديمة هذا كله فخار قديم اي هذا فخار قديم هاي مبخرة هاي هاي مبخرة قديمة هاي مبخرة هاي هم مبخرة قديمة شغلات فخار قديمة كبيرة زين ما تقدر تذكر اسعار لو شي مو اسعار لا يلا لا اسعار هاي اريدك تسولف لي على هاي الشغلات الموجوده هنا هذا حجر عطل اي هذا ربوي هاي معاضي زين هسه هاي الكضيت ان قلت عطف وربوي عطف الهم فايده لو بس احجار والله ياخذون الشباب عطف مال محبه يعني ها والله هم بس العطف مال محبه سبح زين انت شو تقول على هاي الحجر ما اي يعني شغاله لو هيك والله بي يطلع بي شغاله بي يعني الا واحد يجربه يعني له تجربه حسب التجربه اي حسب التجربه وهذا حجر سلطاني سلطاني هذا شوف كله حجر سلطاني هذا مرجان ايه ايه هاي سليماني هاي احجار هاي محابس سليماني وجزع عقيق حجر عقيق حجر عقيق هذا اوبال حجر خام زين هذا شنو الاحجار على شكل بياضه هذا حجر اي حجر يسمونه على شكل بياضه هذا دور هذا سلطاني حجر سلطاني طلع مصور حجر سلطاني عطو طبعا هذا حجر الهبهاب اللي مقلد يعني مقلدين اذا بصبغ احمر مقلد هذا زين شنو الماده اللي يخلون بيها مال امداد صبغ مال امداد الناس صبغ الدوده يسمونه
اي اي هاي خاشقه وحده على بطشت او بسطل يصير كله احمر، شو يسوون؟ يصبغونه هذا ويبيعونه بهاب، او مو هباب هذا مقلد، هذا هباب الصدق، هذا هذا هباب الصدق، هذا الهباب الاصلي. اي الاصلي هذا، هذا هذا الهباب الاصلي، هذا الهباب الاصلي. إيه واللي اسعارهن يعني تراوح بين، يعني ما نقدر نذكر الاسعار مالتهم. هذا تقليد، هذا هذا تقليد، قدامه وحطه بالماي قال صبغ احمر يقلب لونه، يقلب لونه احمر، هذا هباب، هذا صبغ، صبغ ها. طبعا اللي هنا تنتهي حلقتنا مال اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر بالنشر. وابو علي تعب وياي، وابو عطيه وعلاوي والله ما تقصرون. المحل يعني تقريبا وين بالضبط وصفه؟ يم الخضر، يعني قريب الخضر، يعني بالسوق مال الخضر. بس لو ابو علي قريب يم الامام، قريب يم الامام الخضر بنزله الجسر. يعني اي واحد يحب يشتري او فد شيء من هاي السلعات، محل راقي وفد شيء. تحياتي للجميع.